ما يلا بقى يا ماما حط لنا الغدا بقى. لا يا ولا الغدا جاهز. ايه ده فنزيتي؟ ايه ده فنزيتي؟ نفسك تطلع ايه يا عبدو بعد ما تخلص كليه؟ والله العظيم نفسي اطلع لاعب كبير قوي كده زي محمد صلاح عشان الناس تفتخر بيا في الشارع. طب بس تذاكر بقى علشان مجموعنا يدخلنا محمد صلاح، بدل ما تلاقي نفسك واقف على الدرجتين وبقيت عاشور القدم في الاخر، فيعني شد حيلك بقى. هو الراجل ده بص لك كده، انت تعرفه؟ اه عارفه، انا اللي عامل النظافه اللي عندهم في البيت. يا لا ده مش عامل النظافه اللي عندنا في البيت، ده ابويا. لا ابوه ازاي يا حاج؟ ابوه ازاي؟ ده انت لسه ما بلغتش اساسا. فيعني حاولوا تقولوا جمل مفيده علشان احنا قاعدين في ام مكاننا اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده نبقى مصدقين الفانتازيا اللي انتم بتعملوها دي. لا لا بيهزر يا ابويا. اه ده ابويا. مش ابويا يا بنتي. لا مش ابويا والله يا ابويا. انت يا حاج ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انا ابنك برضه. ده انتوا الاثنين ما بلغتوش، يعني حتى ما ينفعش يبقى انت ابوه ولا هو امك، حتى ما مش جاي اصلا. فين امن الجامعه يريحنا من الهم ده؟ ايه اللي يا ابني؟ انا استعر منك قدام الناس. ده انت ابويا، ده انت اللي مربيني. في ايه يابا؟ في ايه يابا؟ انت هتخيب، همسكك هطلع ميتين امك دلوقتي. انت ابويا، انت فاهم ولا لا؟ همسكك هعلقك على النخل فوق، انت فاهم ولا لا؟ ربنا يكرمك يا ابويا. ربنا يخليك لينا يا حاج. محتاج اي مساعده؟ طيب اساعدك في اي حاجه. ربنا يخليك. روح انت وانا اساعد ابويا. لا لا يلا، ده انت اصيل يلا. مهما عمل، حتى لو كان ابوك لسه ما بلغش، فده برضه مش سبب يخليك تسيبه. انت اصيل ان انت هتقف تساعد ابوك. لا 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 روح معاها. لا خلاص لا ماشي طبعا. يا ابن الواطي يا ابن الواطي، اول ما قال لك مع السلامه انت يا حاج بقى اكنس انت بقى. مع السلامه. طريق السلامه. ربنا معاك. ربنا معاك. مع السلامه يا حاج. مع السلامه. مع السلامه. الو الو. باي 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 باي. الو ثانية ادخله انا هو. لا 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 مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. شويه شباب زي الورد بتشخ، انت اللي بتعمل ايه ده؟ وبعدين يعني هي الجواب بيبان من العنوان. الصدمه اللي على وشك دي احنا خلاص عرفنا انت شفتي ايه. انت تحمدي ربنا ان انت ما جيتيش صورتينا انا واصحابي مثلا واحنا واقفين بنشخ، كان زمانك جالك صرع دلوقتي، بتتعالجي من اللي انت هتشوفيه. النهارده عيد ميلادك؟ ثواني استر فهد الدسوقي. معلش هي مش كانت كل سنه وانت طيبه؟ خدي الشمعه بالتورته وقولي هف والكلام ده. انت اتغيرت وبقت كده امتى؟ البنطلون مليان تراب. يلا يلا استنى. طيب كملوا، انا اصلا شاحن كارت فكه وهيخلص الساعه 12. انا شفت واحد وشفت التاني. ازيك يا حوده؟ انا شفت ازاي ده انت مره عايزه واحد شامم جمبري لحد ما نفسه اتقطع.